أهلا بكم. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أوامر بإعفاء وزيرين جديدين من منصبيهما لتتواصل بذلك حملة الإعفاءات والإقالات المستمرة منذ 25 من يوليو تموز الماضي. بيان للرئاسة ذكر أن الأوامر الرئاسية قضت بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه وتعيين سهام البغدير خلفا له، كما تم إعفاء وزير تكنولوجيا الاتصالات وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريم من مهامه وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات. قال المتحدث باسم حركة النهضة فتحي العيادي في مقابلة مع تلفزيون العربي إن الحركة لديها رغبة في الحوار مع رئيس الجمهورية من أجل التوصل إلى حل للأزمة، ودعا الرئيس إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت ورحب بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. لدينا رغبة في الحوار مع رئيس الجمهورية على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت. البلاد تنتظر معالجات لمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وطريقة معالجة هذه الأمور بدون حكومة يزيدها صعوبة ويزيدها تعقيد، وبالتالي نحن مستعدون لتزكية حكومة في البرلمان، حكومة يشكلها الرئيس، فليشكل الرئيس هذه الحكومة وليعرضها على البرلمان للمصادقة، حتى وإن لم تكن فيها أحزاب سياسية، حتى وإن لم تكن فيها حركة النهضة، فليست هذه القضية الأساسية. القضية الثانية أيضا، يمكن أن نذهب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد عودة البرلمان وبعد الاتفاق على أجل زمني لهذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. من جانبه وجه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تحذيرا لجهات لم يسمها من محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس، واصفا الأمر بأنه غير وطني وعدائي ضد الجمهورية. وقال الجرندي إن علاقات تونس مع أشقائها وأصدقائها راسخة، وإن التضامن مع بلاده هو مد تلقائي من هؤلاء الأصدقاء، وأضاف أن كل عمل يرمي إلى إيقاف هذا المد أو إلى إرباك علاقات تونس الدولية التي يعمل الرئيس على تدعيمها لمستقبل تونس يعد عملا عدائيا للمصلحة العليا للجمهورية على حد قوله. معنا من تونس الصحفي سعيد زواري. سيد زواري، لماذا يقوم الرئيس قيس سعيد بتعيين وزراء وإقالة آخرين ولا يترك هذه المهمة لرئيس الحكومة أصلا؟ نعم، مساء الخير، تحية لك ولكل المشاهدين. الرئيس قيس سعيد أقدم هذا اليوم طبعا إقالة وزيرين، هم وزير الاقتصاد وأيضا وزير الفلاحة، أولا لاقتناعه التام بفشل هؤلاء الوزراء ولتحملهم أكثر من حقيبة، هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية تحدث عنها الرئيس قيس سعيد عندما يقول بأنه يعني يتصل هاتفيا بوزير المالية، لأن هناك عمليات مالية يجب أن يقوم ب يعني الإمضاء عليها، ولكنه غير موجود ولا يجيب على الهاتف، فقام بهذه الخطوة، قام بعملية الإقالة. ثم يعني هذا أيضا من المتوقع أن يقيل حتى بقية الوزراء المحسوبين. لماذا لا يعين رئيس حكومة يقوم بذلك سيد زواري عندما يتولى الرئيس بنفسه تعيين الوزراء وإقالتهم؟ ماذا يبقي لرئيس الوزراء إذن؟ إذا ما عدنا إلى ما قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 من جويلية، فإنه قال حرفيا بأنه سيعين رئيس حكومة، وأيضا رئيس الحكومة سيعين بقية الوزراء بالتشاور مع الرئيس قيس سعيد، وهذه الحكومة ستصبح مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد، وبالتالي حتى الوزراء القادمين الذين سيشكلهم رئيس الحكومة القادم سيكون لقيس سعيد يد في هذا التعيين. هذه نقطة أولى، وهذه أيضا باب التعيين يعني هي نقطة رئيسية كانت سببا في الخلاف بين رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وقيس سعيد في فترة ما، وبالتالي فإن الرئيس يريد وضع يد حتى على يريد بقية الوزارات، يريد وزيرا أول وليس رئيس حكومة. سيد ويعين الرئيس قيس سعيد يتصرف الآن وكأن نظام الحكم في تونس هو نظام رئاسي، وهناك وزير أول وليس رئيس حكومة، في النهاية وزير أول معين عند الرئيس الذي استولى على كل السلطات. يعني هذا في فترة سابقة، وأثناء التمشي العادي والسير عادي للدولة الرئيس قيس سعيد لم يتدخل في عمل الوزراء وإلا في التعيينات، إلا بتعيين الوزيرين الذي يمنحهم لهم الدستور. نحن الآن
بعد يوم 25 جويلية في قرارات استثنائية أصدرها قيس سعيد الرئيس، وبالتالي فإنه يعني قد سيصبح هو المسؤول عن هذه الحكومة التي سيعينها، ومسؤول أيضا عن كل القرارات والنتائج التي ستأتي بها هذه الحكومة، وبالتالي هو يريد أولا اختيار الشخصية التي ستقود المرحلة القادمة اسمها رئيس حكومة أو وزير أول، هذا يعني ليس مهما، لأنها في النهاية كما قال قيس سعيد الرئيس ستعود وهي ستبقى مسؤولة أمامه هو، وبالتالي فإن مهما كانت التسمية فإن في ظل الظروف الاستثنائية التي قال عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية فإن هذه الحكومة ستكون مسؤولة وسيشرف أيضا حتى على ترأس مجلس وزرائها. نعم طيب، رئيس أو المتحدث باسم حركة النهضة دعا الرئيس أو قال إن النهضة مستعدة للحوار مع رئيس الجمهورية ومستعدة حتى للاتفاق على انتخابات مبكرة، انتخابات تشريعية مبكرة، هل الرئيس قيس سعيد معني بأي حوار من هذا النوع مع النهضة؟ لا أعتقد أنه في هذه الفترة وبعد يوم 25 جويلية الرئيس قيس سعيد سيستمع إلى الأطراف الأخرى الحزبية بالأساس وحركة النهضة في المقام الأول. هذه الأزمة بالأساس هي يعني جاءت بعد مشاحنات كبيرة بين الرئيس قيس سعيد وبين حركة النهضة، وتعنت ربما أو يعني سحب حركة النهضة لولاء هشام المشيشي من قيس سعيد، وبالتالي أصبحت هي من تستقبل هذه الحكومة، وبالتالي هناك عداء يعني بين ذفرين بين الرئيس وحركة النهضة يعني وبقية الأحزاب التي تشكل الحزام الحكومي السابق، وأعتقد أنه لن يكون هناك أي حوار مستقبلي في هذه الفترة القريبة بين الرئيس وبين حركة النهضة. أعتقد أنه لن يستمع إلى آراء أو حلول ستقدمها حركة النهضة مهما كانت يعني الأطراف التي ستجمعها في معها في هذه سيستمع المبادرة. لمن إذا سيد زوادي عندما قرر لمن سيستمع الرئيس؟ هل سيطرح، هل تتوقعون أنتم في تونس مما تسمعون وتقرؤون أنه سيطرح أي خريطة طريق قريبا مثلا لخروج البلاد من هذه الأزمة، أم سيظل الوضع على ما هو إلى ما شاء الله؟ ربما يعني هو استدعى المنظمات الوطنية منذ إصدار هذه القرارات، ويعني هذه المنظمات أبدت تفهمها لهذه القرارات، لكنها وضعت شروط أيضا وهي بوضع سقف زمني للمرحلة الاستثنائية، وأيضا وضع ضمانات لعدم المساس بالعودة إلى الوراء في مسألة الحريات ومسألة الحقوق. هذه نقطة. الاتحاد العام التونسي للشغل أنهى قبل قليل يعني هيئة إدارية ووضع من خلالها جمع كل خبرائه، وضع من خلال خارطة الطريق لتقديمها للرئيس قيس سعيد. أعتقد أنه من جانب الآخر الرئيس قيس سعيد عندما أقدم على هذه النقطة فإنه على الأقل يجب أن يكون قد يدرك جيدا المرحلة القادمة، وبالتالي يجب أن لا يتأخر أكثر في وضع خارطة الطريق في النقاط المستقبلية المهمة أساسا في وضع أو في تعيين رئيس حكومة أو وزير أول كما تشاؤون، وجعل يعني تسمية أيضا الوزراء، والذهاب بالبلاد إلى يجب أن تسير يعني هنا البلاد اليوم شبه يعني تقريبا معطلة، نحن في حاجة وفي انتظار هذه الحكومة. تأخر الرئيس قيس سعيد أعتقد كثيرا، وبالتالي فإنه يجب في الفترة القريبة بأقصى أقرب وقت ممكن أن يعين ويمر إلى المرحلة الموالية وهي تعيين رئيس حكومة وتعيين وزراء، وبالتالي هناك استحقاقات يعني خارجية، هناك ارتباطات، هناك استحقاقات في الداخل يجب من حكومة ومن وزراء لتمشي هذه المواضيع. نعم شكرا جزيلا الصحفي سعيد زواري في تونس.